ضعنا في صورة. نعم، تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام. نحن الآن نتواجد في مكان الحادث وتحديدا في شارع الظلال، حيث النيران التهمت أغلب المحال التجارية المتواجدة في هذا الشارع. هذه المحال هي خاصة ببيع غاز التبريد وكذلك الألعاب النارية وكذلك الدراجات النارية، فبالتالي النيران اشتعلت بسرعة كبيرة وأخذت إلى نهاية هذا الشارع. كما تلاحظون الأضرار كبيرة جدا ووصلت إلى نهاية هذا الشارع تقريبا. هذه الصورة الآن من موقع الحريق. فرق الدفاع المدني تكافح الحريق وتحاول السيطرة على النيران، لكنها لا تزال لحد هذه اللحظة تشتعل وبشكل كبير. أغلب فرق الدفاع المدني جاءت من كل مديريات بغداد إلى موقع الحادث للسيطرة على هذه النيران، لكنها لحد هذه اللحظة لم تنطفئ بشكل كبير. أغلب البضائع التي كانت في المحال التجارية التي واجهتها على الشارع العام نقلت بضائعها كما تلاحظون، نقلتها على الجزرات الوسطية، فبالتالي أصبحت هذه الجزرات عبارة عن مخازن لبضائع كبيرة تقدر بمليارات الدنانير عفوا. هذه الصورة الأولية كما تلاحظون، هذه آليات الدفاع المدني وآليات أمانة بغداد وآليات الحشد الشعبي جميعها تكافح هذا الحريق. هذا هو مصدر الحريق من هذا المكان. من هنا ابتدأ نشوب الحريق الأولي من هذا المكان، كان عبارة عن كما يقول أصحاب المحلات التجارية عبارة عن تماس كهربائي تسبب بهذا الحريق الكبير جدا. النيران وصلت إلى هذا المكان أيضا. الآن فرق الدفاع المدني تكافح من أجل السيطرة على مصدر النيران. على طيلة هذا الشارع التهمت النيران المحال التجارية لتصل إلى تقريبا نهاية هذا الشارع. قبل قليل كانت هنالك أصوات مفرقعات تصدر من هذا المكان بالتحديد. عندما سألنا فرق الدفاع المدني أجابوا أن المواد المخزنة في هذه المخازن هي عبارة عن مواد قابلة للاشتعال، عبارة عن أنابيب لغاز التبريد وكذلك ألعاب نارية وكذلك بطاريات الدراجات النارية التي أيضا اشتعلت وبشكل كبير. كانت هنالك عمليات رصد للحريق ومعرفة مدى امتداد هذا الحريق قبل قليل بواسطة الطيران الهليكوبتر. كانت هناك جولات استطلاعية للطيران الهليكوبتر، فبالتالي حددوا مصدر هذه النيران واستطاعوا من محاصرته بشكل كامل. هذه الآن هي عملية تبريد للحريق تقوم بها فرق الدفاع المدني. عملية تبريد هذه تتطلب وقت كثير، لربما أكثر من وقت إخماد هذا الحريق، فبالتالي اليوم جميع هذه الجهود جاءت للسيطرة على الحريق وبشكل كبير. راح نستمر بهذه الجولة معكم مشاهدينا الكرام حتى تلاحظوا مدى الضرر الكبير الذي تخلف به هذا الحريق. هذه البضائع حقيقة بضائع يعني تقدر بمليارات الدينارات دنانير عفوا ترمى في الجزرات الوسطية. وللأسف الشديد قبل قليل وصلتنا معلومة أنه حصلت عمليات سرقة لهذه البضائع، يعني هنالك أشخاص قاموا بعمليات سرقة للبضائع المتواجدة هنا في الشارع. هذه المحال التجارية التهمتها النيران بشكل كامل، لم يتبقى منها أي شيء، وفرق الدفاع المدني لا تزال تكافح هذا الحريق، لا تزال إلى حد الآن تكافح من أجل إخماده بشكل كامل والسيطرة عليه. يعني أغلب أصحاب المحال التجارية هم يتواجدون الآن أمام محلاتهم. حقيقة رصدنا أكثر من شخص حاولنا التحدث معه حول أسباب هذا الحريق، لكنهم رفضوا بشكل كامل كونه حقيقة يعني مصيبتهم هي مصيبة كبيرة جدا والخسائر كبيرة جدا لا تقدر بثمن لحد هذه اللحظة. أما
عن الخسائر البشرية، فإن لحد هذه اللحظة أيضا مجهولة، لا معلومات عن خسائر بشرية، لربما التقرير النهائي لفرق الدفاع المدني سيكون هنالك ستكون هنالك معلومات مفصلة عن الأضرار، وحتى أيضا عن الأضرار البشرية التي لربما قد تكون هنالك أضرار بشرية في هذا الحريق المهول. هذه هي الصورة الآن من قلب العاصمة بغداد، وتحديدا في شارع يعني شارع فلسطين، وهذه هي حجم الأضرار. الآن لربما نستطيع أن ننتقل إلى أحد المواطنين يحدثنا عن حجم الخسائر المادية التي حصلت هنا في هذا المكان. حياك الله قناة الرشيد الفضائية. خسارتكم كبيرة. الله يحفظ حبيبي. الله يحفظ جيش أهلي. نعم. يعني الجيش يتشرف عينه. لا ولا خسارة. يعني هذا بشوفك هذا منظر، هذا حكومة ما تعرف تسيطر على الأطفاء. إيش قصار صار لها الأطفاء؟ صار لها الأطفاء. أنت الآن مباشر أنت على قناة الرشيد الفضائية. هاي شوف يعني مشان ما كان صار مجد ما يطفوها. ليش يعني دولة ما جايب لسه انت بيها. الله يخليك. النار امتدت جاي ما توقف. هم يعني صاير مليارات هسه. والله مليارات قد الخسارة خطر. مليارات والله. شوف شوف يعني بس اقل شيء ب 60 مليون هيك واحد بلاش. هاي بس محلكم. بس محلنا ومخازننا. مخازننا كله ورا صار جمر صار عطاء. اللي يبي يعوضنا هسه بس ادعم. يعني محل واحد احترق جو المحلات كلها. الدولة نايمة اسعاف اطفاء ساعة يلا تجي. ايش تحكي وش تقول ما يعني ما يعني. الله المستعان. الله يعوضكم ان شاء الله. حسبي الله. شفاها من الدولة بس يلا تنفع علينا شوي تعوضنا. الناس هاي مساكين. يعني هاي المحلات تمدها 500 محل احترق. يا لي عوض 500 تقريبا اكثر والله. المخازن المخازن هم المخازن عم المخازن كلها مواد ثقيله يا لي عوض يا لي عوض. تخيل الدوله لازم تلتفت عليهم تعوضهم كل المساكن هاي الحطيه. هذه رسائل المواطنين واصحاب المحال التجاريه المتواجدين هنا في هذا المكان يتحدثون عن خسائرهم الكبيره حقيقه. يعني محل واحد خسر ما يقارب 60 إلى 70 مليون عدا المخازن، يعني هذا فقط المحل، عدا المخزن الرئيسي لهذا المحل فهناك خسائر كبيرة حقيقة. ما يقارب كما ذكر الأخ قبل قليل 500 محل تجاري عدا المخازن المتواجدة خلف هذه المحال التجارية. طبعا هي عبارة عن جملونات كبيرة. هذه الجملونات هي ممتلئة تماما بالبضائع، وبالتالي الله يعين المواطن على هذه الخسائر الكبيرة، ويأملون من الحكومة أن تمد لهم يد العون من بعد السيطرة على هذا الحريق. من بعد سيطرة على هذا الحريق يجب أن تخرج اللجان وتقيم الأضرار التي حصلت، ولربما هم يعملون الآن بتعويضات على خسائرهم التي حصلت بسبب تماس كهربائي حصل في أحد المحلات المتواجدة هنا في هذا الشارع. نعم. إذن من موقع الحريق مراسلنا مصطفى لطيف، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.